السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، طلبة الصف الأول الثانوي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا عمرو سالم ودي قناة الكيمي، هشرح لك على منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي. تابع معايا حبيب قلبي كده ونشوف مع بعض بداية الترم الثاني عاملة إزاي، وإيه هو المنهج بتاعنا والمواعيد اللي هننزلك فيها الفيديوهات بإذن الله تعالى. شوف إن شاء الله بإذن الله المنهج كامل بالحل هينزل لك مجانا على قناة الكيمي. تابع معايا كده حبيب قلبي إن شاء الله بإذن الله. رقم واحد، الباب الرابع عندك او تحديدا الباب الاول بالنسبه لك في الترم الثاني بيتكلم عن موضوع مهم قوي في الكيمياء وهو الكيمياء الحراريه. حلو، طيب يا ترى ايه هي عناصر الدرس الاول؟ مبدئيا الباب ده علشان تبقى انت شاطر وعارف بيتقسم لاربع دروس، كل درس منهم تقريبا هياخد حصه شرح وحصه حل. طب شوف معانا كده حبيب قلبي، اول درس معانا بيتكلم عن الطاقه وقانون بقاء الطاقه وعلم الديناميكا والكيمياء الحراريه وشوية مفاهيم عن الكيمياء الحرارية، وأول لما تخلص الجزء ده هتاخد حاجة اسمها المسعر الحراري. وطبعا ما تنساش حبيب قلبي لو عندك أي سؤال تقدر تسيبولي في الكومنتات أو تبعتلي على الواتس أو تتصل بيا وأنا هرد عليك، الموضوع سهل خالص. طب يلا بينا نبدأ كده ونشوف مع بعض الدرس ده عاوز مننا إيه، أو في النهاية إحنا هنستفيد إيه. بص يا حبيب قلبي، لو أنا قلت لك دلوقت معانا مروحة ومكوة ولمبة، تفتكر ايه الحاجة المشتركة ما بين التلاتة دول؟ هتقول لي ايوه، بص كده التلاتة دول علشان خاطر يشتغلوا وناخد الفايدة العظيمة بتاعتهم لازم ندخل لهم يا مستر حاجة من بره زي مثلا الكهرباء. يبقى دلوقتي علشان خاطر نشغل التلاتة دول احنا لازم نديهم حاجة خارجية، مؤثر خارجي. المؤثر الخارجي ده اسمه الايه؟ الكهرباء. حلو، طب يا ترى الكهرباء دي عبارة عن ايه؟ الكهرباء دي بتبقى عبارة عن الكترون بيبدأ يتحرك، يعني من الاخر الكهرباء دي صورة من صور الطاقة. طب انا دلوقتي لما ادخل الكهرباء للمروحة او للمكوة او لللمبة، هل تأثير الكهرباء على كل جهاز من دول بيبقى واحد؟ لا. ازاي؟ اقولك، يعني مثلا الكهرباء سيادتك لو دخلت على المروحة بتتحول لطاقة حركية، أما الكهرباء لو دخلت على المكوة بتتحول لطاقة حرارية، والكهرباء لو دخلت على اللمبة بتتحول لطاقة ضوئية، وفي بعض الأحيان بيكون معانا برضو طاقة حرارية. إذا دلوقتي اللي أنا عاوز أقوله لك إن كان عندنا كهرباء بندخلها جوه جهاز تتحول لصورة تانية من صور الطاقة، واللي يقدر يفهمنا الموضوع ده ويبسط لنا الموضوع ده هو قانون بقاء الطاقة. حس بقى إن عمك أينشتاين بيقول لك إيه؟ إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، يعني الطاقة عمرها ما هتخلص ومستحيل تجيب الطاقة من لا شيء، ولكن إيه بقى؟ الطاقة دي أنا عمالة كده عاملة زي الدحلاب، عمالة تتحول من صورة للتانية. إزاي؟ يعني مثلا هنا كان عندك طاقة كهربائية أو الطاقة الكهربية، لما دخلناها جوه المروحة اتحولت لطاقة حركية، ولما دخلناها جوه المكوة اتحولت لطاقة حرارية، دي كلها اسمها صور للطاقة. طب يعني إيه كلمة طاقة؟ دي عبارة عن مؤثر خارجي بيغير من حاجة معينة للجسم أو لجهاز عندك. طب بص كده، قانون بقاء الطاقة بقى بيقول لي لسيادتك إيه؟ إن الطاقة مالها يا مستر؟ إن الطاقة لا تفنى، حلو، ولا تستحدث، يعني ما نقدرش نجيبها من العدم. طب حلو قوي، ولكن إيه بقى؟ تحول من صورة إلى أخرى. إزاي بقى الكلام ده؟ يعني بيقول لي لسيادتك لو عندك طاقة كهربائية نقدر ندخلها جوه اللمبة فتتحول لطاقة ضوئية، ولو عندك طاقة كهربائية نقدر ندخلها جوه المروحة فتتحول لطاقة حركية، ولو عندك طاقة كهربائية نقدر ندخلها جوه المكوة فتتحول لطاقة حرارية. إذا الموضوع كله عبارة عن إيه؟ إن أنا عندي أكتر من صورة للطاقة نقدر نحولهم لبعض عن طريق إننا نفهم يعني إيه كلمة بقاء الطاقة. فإذا بقى يا مستر، قانون بقاء الطاقة يعني إيه؟ يعني إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى أو نقلها من مكان لآخر. حلو، طب بص كده يا مستر، لو أنا دلوقتي عندي الكهرباء بنقدر نعمل لها عملية توليد في المنطقة ده، هي عندي مثلا الشلالات، يعني هقول لسيادتك حاجة، الكهرباء دي بتنتج إزاي؟
والله بيبقى فيه شلالات مية نازلة كده ورا بعضها باستمرارية، وتحت الشلال في المنطقة دي بيبقى فيه حاجة زي التوربينات اللي هي عبارة عن مراوح قوية جدا بتدور، يقوم الشلال نازل على التوربين فيبدأ يدور، فبالتالي يطلع عملية توليد الكهرباء. احنا بقى لما الكهرباء يحصل لها عملية توليد بناخدها في قلب السلوك وننقلها بقى للمصانع والبيوت والشركات وزي ما احنا عاوزين. اذا دلوقتي احنا هنا عملنا توليد الكهرباء ودخلنا الكهرباء دي جوه المصانع وجوه حياتنا، فانا دلوقتي عملت ايه؟ عملت نقل للطاقة. يقوم بقى يقول لي لسيادتك لو انت عايز تفهم نقل الطاقة بيتم ازاي وتقدر تتحكم فيه فلازم تدرس علم الديناميكا الحرارية. بالمناسبة علم الديناميكا تلاقيه في كلية الهندسة، تلاقيه في كلية العلوم قسم الفيزياء والكيمياء، تلاقيه في كلية التربية في كل أقسام العلوم. يعني إذا علم الديناميكا ده منتشر في كل حتة، وده بيدل على الأهمية العظيمة بتاعته. طب بص سيادتك كده، لما يجي يقول لك يعني إيه علم الديناميكا فهنقول له ده عبارة عن علم يدرس، بيدرس إيه بقى يا مستر؟ انتقال الطاقة. طب هل انتقال الطاقة ده حاجة بسيطة؟ لا طبعا. طب هل علم الديناميكا الحرارية مسؤول عن الحتة ده ايه بس؟ لا، علم الديناميكا ده علم واسع وليه فروع كتيرة جدا. كل ده ما يلزمناش، احنا يلزمنا حتة صغيرة، ان علم الديناميكا الحرارية عبارة عن علم يدرس انتقال الطاقة. حلو قوي. ومش بس كده، ويقول لي لسيادتك كمان والتحكم بها، يعني يعرفك لما تيجي تنقل الطاقة محتاج السلوك بتاعتك تبقى تخينة ولا رفيعة. خلاص كده، يبقى إذا دلوقتي طويلة ولا قصيرة. خلاص حلو قوي. يبقى دلوقتي يا مستر علم الديناميكا الحرارية يختلف عن قانون بقاء الطاقة. حلو قوي. طب بص يا مستر المثال الجميل اللي جاي ده، بيقول لي لسيادتك لو انت عندك كأسين زي دول والكأسين فيهم مية زي ما سيادتك شايف، هنحط في الكأس الأولاني NaOH ونبدأ ندوب، ونحط في الكأس الثاني NH4OH ونبدأ ندوب. نلاحظ ايه بقى؟ نلاحظ حاجة غريبة جدا، ان الإناء الأولاني ده بدأ يخرج طاقة حرارية، يعني بدأنا نلاحظ ان فيه سخونية بدأت تخرج، انما الإناء الثاني لاحظنا ان الإناء من بره حصل له عملية برود، يبقى الاولاني سخن طب والتاني برد. ايه اللي حصل يا ترى؟ يقوم يقول لي لسيادتك بقى استنى، انت دلوقتي عملت تفاعل كيميائي او تفاعل فيزيائي او عملت اي تفاعل في الدنيا والتفاعل ده برد او سخن، فالحاجه دي اسمها ايه؟ الحاجه دي اسمها تغير حراري. يبقى انا دلوقتي يا مستر عندي ايه؟ عندي في الاول ازاي اقدر احول الطاقة من صورة الى اخرى عن طريق ايه؟ بقاء الطاقة. ازاي اقدر انقل الطاقة من مكان لاخر عن طريق مين؟ علم الديناميكا. طب لو انا جيت اعمل تفاعل فيزيائي او كيميائي ولقيت ان التفاعل بتاعي سخن او برد، فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت عند سيادتك تغير حراري. وهنا يجي يقول لي لسيادتك ايه بقى؟ ان الكيمياء الحرارية تقدر تهتم بإيه؟ دراسة أيوه التغيرات، مالها يا مستر؟ الحرارية. حلو قوي. طب فين؟ يقول لي لسيادتك التغيرات دي ممكن تتم في حاجتين، يا إما في الكيمياء، برافو عليك، يا إما في الفيزياء. حلو قوي. يبقى يجي يقول لي لسيادتك كده علم الكيمياء الحرارية بيهتم بإيه؟ تقول له استنى، والله بما ان علم الكيمياء الحرارية بيهتم بنوع معين من الحرارة او من الطاقة، فده معناه انه فرع من فروع الديناميكا. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة تقولها لي، يبقى تقول لي ان علم الكيمياء الحرارية فرع من فروع الديناميكا الحرارية، يهتم بدراسة مين؟ التغيرات الحرارية، سواء في التفاعل الكيميائي او في التفاعل الفيزيائي. يبقى من الاخر انا ككيمياء حراريه ملزم ان انا افهمك اي تغير حراري، سواء بقى خد بالك انا جيت دلوقتي اعمل التفاعل لقيت ان هو ايه؟ امتص طاقه، اخد مني طاقه،
جيت اعمل التفاعل لقيت ان هو ايه بيديني طاقة طارد للحرارة، يبقى سواء خد مني طاقة او اداني طاقة ده معناه ان انت عندك تغير حراري. مين بقى العلم اللي بيدرس التغير الحراري؟ ايوه الكيمياء الحرارية. كلام بسيط خالص. طب يا مستر انا دلوقتي بقى عايز افهم يعني ايه هي الكيمياء الحرارية بالظبط، او عايز اتعمق في العلم ده. انت مطالب ان انت تعرف 4 مفاهيم اساسية، يعني مثلا رقم 1 انت محتاج تعرف يعني ايه كلمة النظام والوسط، رقم 2 محتاج تعرف يعني ايه القانون الاول للديناميكا وهيفيدني في ايه، رقم 3 محتاج تعرف الفرق ما بين كلمة الحرارة ودرجة الحرارة. في فرق ما بين الاتنين، دي مفهوم ودي مفهوم تاني خالص. رقم 4 محتاج تعرف يعني ايه هي الحرارة النوعية. بعد لما تخلص الجزئية دي لازم ناخد جهاز ظريف اسمه المسعر الحراري. تعالى كده لما ندرس المفاهيم دي واحدة واحدة ونشوف الفرق ما بينهم، وهل يا ترى بعد لما نخلص احنا فعلا فهمنا الدرس من غير مذاكرة ومن غير أي حاجة، ولا محتاجين إننا نذاكره تاني؟ بص كده يا سيادة، مبدئيا علشان تبقى عارف يعني ايه كلمة النظام والوسط وحدود النظام، ارجع للمثال اللي احنا لسه ضاربينه فوق ده. لما يكون عند سيادتك كأس وفي المنطقة ده اهي، انت بتعمل عملية ذوبان لل NaOH في المية. فإذا التفاعل حصل فين بالظبط؟ حصل في المنطقة ده اهي. إذا المنطقة ده اهي بنقول عليها النظام. إذا النظام ده معناه ايه؟ معناه منطقة، خد بالك بقى كده، حدوث، أيوه، التفاعل. خلاص كده؟ يعني المنطقة اللي بيحصل فيها التغير سواء كيميائي أو فيزيائي أو أيا كان نوعه، دي بنقدر نقول عليها النظام. حلو. طب بص كده، كل المكان المحيط بيه ده هو بنقول عليه الوسط. إذا الوسط المكان المحيط بالنظام. برافو عليك. طب مين بقى حدود النظام؟ الكأس أو إيه؟ أو أداة التفاعل. يعني إيه؟ يعني عند سيادتك الكأس الجدران بتاعته من بره هي دي حدود النظام. حلو قوي. اللي بيحصل جوه الكأس بنقول عليه النظام. المحيط بالكأس من بره بنقول عليه الوسط. كلام بسيط. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، قلب التفاعل هو النظام، الجزء المحيط بيه من بره هو الوسط، جدران الكأس هي حدود النظام. كلام بسيط خالص اهو. طب بص كده النقطة اللي بعدها، بيقول لي لسيادتك ايه هي انواع الانظمة. هو انا يا مستر لما اجي اقسم الانظمة نقسمها بناء على ايه؟ او انواع الانظمة ايه الاساس العلمي اللي يخليني اقول على الانظمة مثلا انها بتنقسم لاكتر من نوع؟ يجي يقول لي لسيادتك حاجة، هنفترض ان القلم ده هو النظام. طب يعني ايه كلمة النظام؟ يعني ده مكان حدوث التفاعل. طب الجزء المحيط بالوسط بنقول عليه الوسط، او الجزء المحيط بالنظام ده بنقول عليه الوسط. حلو. طب بص كده ركز، جيت انا بقى لقيت ايه؟ لقيت ان انا هنا عندي تفاعل، وليكن التفاعل ده هو كوباية شاي مثلا. فكوباية الشاي بتاعتك دي انت سبتها، تقوم كوباية الشاي بتعمل ايه؟ هي كانت سخنة فجأة بردت، فده معناها انها عملت ايه؟ عملت تبادل للحرارة. جميل. ولكن انت سايب كوباية الشاي دي مكشوفة، فبتبدأ تطلع بخار. اهو البخار ده لقينا ان الكتلة بتاعت كوباية الشاي بدأت تقل، فبالتالي انت قدرت تعمل تبادل للايه؟ تبادل للكتلة. حلو قوي. ايوه برضه انا ما فهمتش حاجه. هقول لو احنا جبنا كوبايه الشاي ده اهي وقمنا جايين مغطينها، فهنا انت عملت ايه؟ انت عملت تبادل للحراره، ولكن انت عملت ايه بقى؟ منعت عمليه التبخر، او منعت ان البخار يخرج. فبالتالي ايه اللي حصل؟ بالتالي هنا لم تبادل الكتلة. حلوة قوي. طب بص كده،
لو جبنا كوباية الشاي دي وقمنا جايين مغطينها كويس بعزل الحرارة، إذا ما أنا جبت كوباية الشاي أهي وقمنا جايين مغطينها من فوق ومغطينها من الجناب بعزل الحرارة، إذا هنا أصبحت إيه؟ ولا هتبدل الحرارة ولا هتبدل الكتلة. فبالتالي بقى بنقول إيه؟ بنقول إن النظام ممكن يبقى مفتوح وممكن يبقى مغلق وممكن يبقى معزول. يعني إيه التلات كلمات دول؟ أقول لك يا سيدي، إحنا نقدر نقول إن التفاعل بتاعنا ده نظام مفتوح لو كان ما بينه وما بين الوسط العلاقات كلها شغالة. إزاي؟ عايز حرارة؟ خد حرارة. طب مش عايز حرارة؟ ما تاخدش حرارة. طب عايز كتلة؟ خد كتلة. يبقى إذا أنا كنظام أقدر أعمل تبادل للحرارة وتبادل للكتلة، بقول عليا نظام مفتوح. طب لو أنا دلوقتي بقى قدرت أعمل تبادل لحاجة واحدة فقط تحديدا الحرارة، أنا دلوقتي نظام يعني تفاعل كيميائي أو فيزيائي، جيت أعمل تغير أو تبادل لقيت إن الحرارة بتاعتي بتزيد وفجأة تقل ولكن الكتلة ثابتة، ما غيرتش الكتلة، يبقى ده اسمه نظام مغلق. طب بص بقى التالت، جيت في النظام المعزول ولا بعمل تبادل للحرارة ولا بعمل تبادل للكتلة، إذا أنا عندي الطاقة والمادة الاتنين ثابتين مستحيل يتغيروا، فيقول عليا ايه؟ نظام معزول. وهنا بقى يظهر لنا أهمية القانون الأول، لأن القانون الأول بيدرس الأنظمة المعزولة. طب أنا هستفاد من القانون الأول؟ أقول لك يا سيدي، مبدئيا كده لما تيجي تشوف النظام المعزول ده هيقول لي لسيادتك ولا بيعمل تبادل للطاقة ولا بيعمل تبادل للمادة. بالمناسبة الطاقة اللي نقصدها هنا هي الطاقة الحرارية والمادة اللي هي الكتلة. حلو قوي. طب أنا دلوقتي كنظام معزول ولا بعمل تبادل للطاقة ولا بعمل تبادل للمادة، طب ده معناه إيه؟ ده معناه إن التغير الكلي للمادة أو الطاقة دايماً بيساوي صفر. لا 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 لا، خد بالك انا قلت لك التغير الكلي ما قلت لكش الطاقه الكليه، تفرق ازاي؟ اقول لك دلوقتي يا مستر، انا كنظام لما اجي افقد طاقه، انا دلوقتي عايز افقد طاقه، هنقول ان ده النظام المعزول اهو، ودلوقتي عندي شويه طاقه انا هعمل لهم عمليه فقد، والله هيلفوا يلفوا ويرجعوا لي تاني، اذا دلتا ايه التغير الكلي بيساوي زيرو. طب الطاقة الكلية للنظام المعزول مقدار ثابت، ليه؟ لأن أنا كنظام معزول ولا هفقد طاقة للوسط ولا هكتسب منه طاقة، لذلك بقى القانون الأول بيقول لي لسيادتك إيه؟ إن خد بالك إن الطاقة الكلية للنظام المعزول تساوي مقدار ثابت مهما تغيرت صورة النظام المعزول. يعني ممكن يبقى صلب يتحول لسائل، يبقى سائل يتحول لغاز، يبقى مش عارف ايه يبقى ايه، ايا كان التغير اللي حصل في النظام المعزول ولا تفكر فيه ما الزمناش. ليه؟ لان انا قلت لك ان النظام المعزول من شوية معناه ايه؟ ولا بعمل تبادل للطاقة ولا بعمل تبادل للمادة، اذا التغير بتاع الطاقة والتغير بتاع المادة اللي هي الكتلة صفر. طب بص لسيادتك كده، يقوم يقول لي لسيادتك بقى القانون الأول للديناميكا فايدته إيه؟ دراسة الأنظمة المعزولة. فيقول لي لسيادتك خد بالك إن لو عند سيادتك دلتا إي للنظام هتساوي سالب دلتا إي للوسط، يعني اللي بيخرج من النظام بيدخل تاني فيه، لذلك التغير الكلي تلاقيه بايه؟ بصفر. انما الطاقه الكليه مقدار ثابت، تفرق. فخد بالك منها علشان دي بتلخبط في خطر كتير قوي، وده هنشوفه في جزء الحل. تعالى بعد كده يا مستر لما نشوف الجزء اللي عليه الدور او المفهوم اللي عليه الدور، هي كلمه الحراره ودرجه الحراره. ودي اخر حاجه ان شاء الله باذن الله هنقولها في الفيديو بتاع النهارده، والفيديو الجاي هناخد الحراره النوعيه طبعا والمسائل بتاعتها،
وهنختم ان شاء الله باذن الله الدرس بالايه؟ باجمل حاجه في الدرس اللي هي المسعر الحراري. شوف بقى سيادتك كده، لو انا اديتك صندوق وجوه الصندوق ده فيه جزيئات، فالجزيئات دي الطبيعي انها بتتحرك، كل الجزيئات دي الطبيعي انها بتايه؟ بتتحرك. حلو. فيقوم يقول لي لسيادتك ايه؟ تعرف يعني ايه درجه حراره؟ تقول له لا ما اعرفش. فيقول لك انا اعرف. هتقول له ايه يعني عباره عن ايه درجه الحراره؟ فيقول لك درجه الحراره ده ايه؟ متوسط طاقه حركه الجزيئات. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا قلت لسيادتك ان القلم ده سخن، تعرف ان الجزيئات بتاعته بتتحرك بدرجه كبيره. ولو انا قلت لك ان القلم ده سائع او بارد، اعرف ان الجزيئات بتاعته بتتحرك بدرجه قليله. موضوع تافه ملوش اي لازمه. طب بص كده، درجه الحراره الرمز بتاعها ايه في الكيمياء؟ تي. طبعا في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضه، في اي حته هتدرس فيها ديناميكا حراريه او كيمياء حراريه، درجه الحراره تي. خلاص. طب يا مستر الوحده بتاعتها بتبقى ايه؟ يا اما كلفن يا اما سيليزيوس. خلاص كده. حلو قوي. يبقى لما يجي يقول لي لستك دلوقتي انا عندي ماده لقيت ان السطح بتاع الماده سخن، ده معناه ايه؟ معناه ان الجزيئات بتاعه السطح بتتحرك بدرجه كبيره. طب لو انا قلت لك ان الماده دي ساقعه بارده، ده معناه ايه؟ معناه ان الحركه بتاع الجزيئات بتكون بطيئه جدا. خلاص. اظن دي حاجه سهله وواضحه. طب يعني ايه بقى كلمه الحراره؟ مبدئيا الحراره هنا معناها هيت، فناخد الرمز الاولاني بتاعها اتش، ودي عباره عن صوره من صور الطاقه. عشان تقدر تدرس صوره من صور الطاقه محتاج تعرف ايه يا مستر؟ قانون بقاء الطاقه. طب علشان ننقل الطاقه من مكان لاخر ندرس ايه يا مستر؟ ندرس علم الديناميكا الحراريه. طب علشان ندرس التغيرات الحراريه في الكيمياء والفيزياء يا مستر ندرس ايه؟ ندرس الكيمياء الحراريه. خلاص. حلو. طب بص كده سيادتك، لما يجي يقول لك طب الحراره نقيسها بالايه؟ هتقول له بالجول او بالسعر اللي هو الكالوري، يبقى يا اما جول يا اما كالوري. حلو قوي. وان شاء الله باذن الله نختم بالجزئيه دي، والحصه الجايه على طول باذن الله هنعرف ايه الفرق ما بين الجول والكالوري وايه هي العلاقه اللي ما بينهم، ونخش على الحراره النوعيه. وبس كده، لو عندك اي سؤال تقدر تسيبه لي في الكومنتات او تبعت لي على الواتس زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو. اشوفك الفيديو الجاي على خير. كان معكم عمرو سالم، والسلام عليكم.